اختار اعلق ولا لا يعني لا اعلق. تنوعت ويعني كثرت الاسباب وفراغت العين واحد. على كل الاحوال كل واحد له اسبابه. ونروح بقى لاسبوع الموضه بلندن. من الصعب جدا ان يمر او تمر عروض اسبوع الموضه بلندن مرور الكرام كده من غير ما يخرج المصممين مصممين الازياء طبعا عن المالوف ويقدموا لنا حاجات غريبه احيانا تكون غير مبرره واحيان اخرى غير مفهومه او مش مفهوم القصد منها ايه بالظبط. يعني عايزين نعرف القصد منها ايه بالظبط، لكن دايما بتكون افكار غريبه ضمن الموديلات اللي بيقدمها مصممو الازياء بعروض الموضه العالميه عامه. نشر موقع مجموعة إنستايل أغرب الموديلات اللي ظهرت في العروض الأولى من أسبوع الموضة بلندن. تعالوا نستغرب معاهم ونبص كده، يمكن ما تستغربوش بس تعالوا نشوف. يعني انا كدينا انا مستغربه، يعني ايه الموضه في اللي احنا شايفينه؟ ستاير وعوامات وحاجات غريبه جدا قدامنا على الشاشه. طبعا عوامه كبرنيطه، يعني انا مش عارفه هل هم بيعملوا كده لفت نظر ولا هي دي الموضه هنمشي بعوامات على راسنا ولا ربنا يستر على الصيف الجاي يعني. وده مفرش تنجيد، بس حتى يعني لو الذوق مرتفع شويه مفرش التنجيد مش هيبقى كده برضه، يعني مش هنختاره كده برضه. العوامات ومفارش التنجيد والستاير هي السمة الغالبة على أسبوع الموضة في لندن. إيه المبررات؟ الحقيقة أنا مش عارفة. وطبعا الأزياء دي أزياء صيفي، يعني منها تخرجي ومنها ممكن تاخدي غطس في البحر من غير ما تغرقي. تعددت الأغراض من الزي ده. أنا شخصيا مش شايفة فيها أي حاجة موضة، يعني إلا إذا بيبقى في حاجات مش إحنا مش فاهمينها بتعرض كموضة. ممكن مثلا لون المطار يقولوا لنا إنه موضة، مش لازم يعملوه عوامة على الراس يعني، ولكن مش فاهمة قوي إيه اللي اتعرض في أسبوع الموضة في لندن عشان أعجب بيه. مش عارفة يعني، يمكن أنتوا تعجبوا بيه، مش عارفة. على كل الأحوال طبعا زي ما شفنا الموضات تختلف. وخد لك ساتر بقى، ده كان شعار رفعه المصممين أو مصممون من خلال الموديلات اللي احتوت على أشكال غريبة جدا في أسبوع الموضة بلندن. طيب نروح بقى لبعد الفاصل، بعد الفاصل بإذن الله.